قال ان الفيروس اتغير عن طبيعته في مارس وابريل، وبعد ما كان اشبه بنمر اتحول لقطة حسب تعبير هذا الطبيب، وحتى المصابين المسنين بيتنفسوا بدون مساعدة. قال دكتور باستيني ان المصابين حاليا لديهم حمولة من الفيروس اقل من السابق بسبب حالة الحجر الصحي وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ولم يستبعد انتهاء الفيروس تماما بدون لقاح، وده يعتبر تكرار لآراء علماء آخرين. يمكن احنا كنا نقلنا بعضهم الآراء دي خلال الفترة اللي فاتت. على الجانب الآخر، منظمة الصحة العالمية قالت ان العالم سجل 1,000,000 إصابة